الآن أعزائي المشاهدين من دير البلح وسط القطاع، وتحديدا نتحدث من هذه المدرسة التي تم قصفها قبل قليل. ايش اسم المدرسة يا شباب بس لو سمحتوا؟ مدرسة خديجة، وهي تأوي آلاف النازحين. الآن بعد هذا القصف قبل قليل هناك عشرات الشهداء كما شاهدنا ملقاة على قارعة الطريق وعلى أبواب هذه المدرسة التي الآن استهدفت بصاروخين في هذا المكان، بالإضافة إلى صاروخين آخرين لم ينفجرا في المكان. على أي حال، إذن حال الآن من البلبلة داخل هذه المدرسة، والنازحين بعد هذا الاستهداف والذي سمع بشكل قوي جدا في المحافظات الوسطى في دير البلح تحديدا. إذن سياسة استهداف المدارس مستمرة في محاولة لترويع النازحين، ترويع المدنيين. هذا الآن هو الاستهداف الذي جرى في الطوابق العليا، بالإضافة أيضا إلى استهدافات أخرى في الساحة والباحة الخلفية لهذه المدرسة، مدرسة خديجة كما قلنا في المحافظة الوسطى. إذن أطفال، نساء وشيوخ كانوا قد استشهدوا في هذا الاستهداف الذي جرى قبل دقائق من الآن. حتى اللحظة لا نعلم إذا ما كان عدد الشهداء قد تم إحصاؤه، ولكن على أي حال لا زالت حتى اللحظة سيارات الإسعاف تقوم بنقل الشهداء والإصابات من هذا المكان بالتأكيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. إذن هذه هي صورة الوضع هنا، وهذه هي اللحظة الأولى لاستهداف مدرسة خديجة في المحافظة الوسطى وتحديدا في دير البلح. كنت معكم أنا فؤاد جرازة، تلفزيون فلسطين.